مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. يعتبر حيوان الكنغر أحد رموز الحياة البرية في القارة الأسترالية، فهو نوع مبدع يعيش وهو يقفز من جانب إلى آخر. وفي نفس إقليم أستراليا تعيش مخلوقات رائعة أخرى، ومنهم من يلاحق الكنغر ليصطاده ويتغدى عليه. يمتلك الكنغر بعض الحيوانات المفترسة الطبيعية، خاصة الكلاب البرية مثل الدانغو التي تهاجمهم في مجموعات لتلحق به أذى كبير. ومع ذلك في هذه الهجمات يكون للكنغر فرص للهرب بسبب سرعة إفلاته من هذه المفترسات. لكن القصة تكون مختلفة عندما تحدث مواجهة مع حيوان مفترس كبير آخر. في أنهار أستراليا يختبئ أحد أخطر الحيوانات وأكثرها فتكا على هذا الكوكب. عندما يلتقي الكنغر بالتمساح الأسترالي سيكون ذلك على وجه التحديد، عندما يدخل الكنغر النهر أو يقترب من الضفة لشرب الماء. والتمساح الذي سيلتقي به هذا الكنغر هو الأكبر بين المجموعة تقريبا، فهو تمساح المياه المالحة العملاق والمميت. تتمتع أستراليا بمناخ حار، لذلك غالبا ما تسعى الحيوانات للحصول على المياه الباردة وتستطيع مقاومة هذا الحر الشديد. وفي هذه اللحظات وبالتحديد تحدث هجمات التماسيح المفترسة على هذه الحيوانات. عادة ما يكون الهجوم سريعا ومميتا، ففي غضون ثوان قليلة يتم بالفعل التهام الكنغر من قبل الزواحف الكبيرة. بالرغم من أن الكنغر حيوان سريع للغاية، لكن التمساح أسرع من ذلك، ولهذا سوف يموت من هجومه دون أن يدرك حتى من أين جاء هذا الهجوم. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.